اشتقت لك. شو بك يا فاهم؟ ما هلك تشتاقي لي؟ يا دوب صار لي ساعتين تارك البيت. مالك علي يمين ابن عمي، بشتاق لك وانت جنبي. بديني بديني فيق من هالزنو، بس لحتى اقعد اطلع بعيونك وشواربك وحواجبك تقبر قلبي يا حق. ايه يا عفاف؟ ايه ابن عمي؟ قلي شو رأيك بهالفستان؟ مين ها؟ هذا اللي كنت عم فصله عند الخياطة، حلو؟ مزهوة، بس الروب ما دخلوا، القالب غالي. لك يسلم لي المساء. شو سيدي وتاج راسي؟ بشو شارد؟ آه ماني شارد، عم فكر بهذا ابن عمي اللي شاغلني وقلقني. أني منو؟ شاهر لما تحسين؟ شاهر؟ يا ريت كل الشباب مثل شاهر. شاهر زلمة قبضاي ومعدل وما بيحب المايلة، هداك الواطي تحسين. ولي على قامته، ما حدا بطيقه بنوب ابن عمي. أنا ما بعرف شو أنت متحمله وشغله عندك بالخان. شو عرفك ما حدا طايقه؟ هذا يا سيدي مبارح زرته لبنت عمك بديعة. لك مو بنت عمي، بنت عم أبي. صار لك 10 سنين بهالحارة ما بتعرفي هي شو بتقربني وهذاك شو بيقربني. ايوه ابن عمي قرايبينك كتار كتير، شو بدي احفظ لأحفاظ؟ ايه المسكينة تبكي وتشكي تبكي وتشكي من عمايله لتحسين. الله يسود وشه. لك إذا ما بده يعمل قيمة لجوزها يعمل قيمة إلها، كرمال القربة اللي بيناتهم، خاصة إنه كانت مرت أبوه وبمقام أمه. ايه والله ابن عمي. ابن عمي هلأ عمك حمدي ليش طلق لمرته؟ ما جابت له أولاد. بعدي اسمه الله، شون هي اتطلقت منه تجوزت وجابت أولاد وهو تجوز وجاب أولاد؟ ايه والله رب العالمين ما راد انه يجيبوا من بعض. ايوه ابن عمي ابو محمد بيقربكم شي؟ بنوب من برات الحارة، والدي الله يرحمه تعرف عليه بسوق جسماتية، شافوا زلمة آدمي وصاحب دين جابوا لهون وجوزوا بديعة وسكن هو وياها ببيته. بيقولوا عنه انه زلمة آدمي ابن حلال، مزبوط ابن عمي؟ كتير فوق ما تصوري. بصري ايه ليش بيطلع الوقت هلا؟ شو وقت بيطلع الوقت هلا؟ قريب الظهر. بك يخرب بيتك ليش ما فيقتني؟ فيقتك اكثر مره فيقتك، بس انت نايم ما قدرت تفيق معي، قلت لحالي بلا ما لح عليك ومن زعلك وراك. زوم هلا في حدا حاسبك من الزبونه؟ ايه ثلاث زباين مع دوابهم، يعني ثلاثة قبل مية ستة قبل بربوط. هاتو تفضل. نصري انت قلت لي امبارح انه ابو ادهم بده اياني، ولا شايف هالشيء بمنامي؟ لا مزبوط، امبارح ابو ادهم اجى لهون وما لقاك، قام قال لي اول ما بيجي ابو شرار بيروح لعندي دغري على البيت وما بيتعوق. هو قال لك عني ابو شرار؟ ايه هيك قام. ايوه هيك ها. قوم قوم لك اروح على شغلك قوم. تفضل. ايه معناتها ابو ادهم صار يحسب الحساب ويمكن صار يخاف مني، بس يا ترى شو بده مني؟ سيدي بجوز حدا فاسد له عليه شي فسديه، ولك بعدين ما هو هاد بده يضل راكبنا وعامل لي زعيم علينا؟ لا هذا فوق ما ابوه اكل رزقتي هو وعمي ابو شاهر كمان بده يتزعم علينا؟ والله هالشغله الله ما قالها. يلا عمي همي همي يلا يلا يطلع عليك يلا شباب يعطيك العافيه. سلام على مضاف بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرضى عليك. والله شغلته بارده ليه تاخرتوا؟ والله ما قدرت اجي امبارح، مات معنا بغل نبغى للطنابير وما لقينا بغل لنشتريه لحتى اجى العشاء. اي وبعدين؟ وبعدين يا ابي لقينا بغل واشتريناه، وجيت بدي احمل وامشي قام ابو وصفي حلف 100 يمين انه ما نطلع بالليل ونمنع عنده. صحيح يا ابي ويسلم عليك كمان. الله يسلمك ويسلمه ويكثر خيره اللي ما خلاكم تنزلوا بهالليالي. الحمد لله على السلامة معلم الضاه. الله يسلمك عمي دعاس. الحمد لله على السلامة معلم. الله يسلمك يا سيدي. يلا عليك دعاس، خلي الشباب يشدوا الهمة وينزلوا البضاعة. على راسي يا معلم. يلا شباب همة شباب. وانت يا بي روح على البيت طمن امك، بقى مشغول كتير عليك. وبطريقة خد لها نصرة اللحمة خرج الكبة من عند الفخري، وتفهموا اللحمات يكونوا على كيفك، لأنه امك ما رضيت تساوي كبة لحتى تجي حضرتك. يلا. تؤمر يا بي.
يعطيكم العافيه يا شباب. الله معك يا ابي، الله معك. اسود البيت انجاز. ايه بيساولنا هيك اصابع مثل اللي اكلناها عند خالم ادهم هذيك المره، تتذكري يا مو؟ يا ربي دخيلك، شلون بدي اضيع الشهوه لهالبنت؟ يلا بلكي بشوف ابو فايز النجار وباخذ منه حق المشاي. تعرب على المحاشي يا بي. يا اما بدي يلي نصرة اللحمه من عند ابو الفخر وبعدين بعطيه حقه. العمى لك لا، شو الديان والله بنفضح بالحاره. وقف يا وقف. الله لا يوفقك، سودت وشي قدام البيك. لك يا خاي، البيك مأمنك على حرمته ومفكرك تقي وآدمي، تاريك حاطت عينك عليها. خربت بيتنا يا واطي، نلع من وشي، نلع من وشي وعيني ما تشوفك بهالضيعة. روح روح، الله يغضب عليك. لك يا بي الله وكيلة، الله وكيلك ووكيل السماء والأرض. أنا ما كان بدي، هي اللي كان بدها. روح من وشي، روح الله يغضب عليك دنيا وآخر. لك يا بي مشان الله صدقني يا ابو، ليش ما بيصدقني؟ الله ينتهي منك يا فايزي، الله ينتهي منك، ضيعتي لي حياتي. تعرب على المحاشي يا بي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين أبو البطل، تفضل ارتاح. خير؟ شو مجرد؟ ما في شي، ما في شي. أبو محمد شباب، والله بدي شوية يا أبو رضا. معناتها في شي؟ شو غشيم عندك أنا؟ تعرب على اليقين. أجيب كاستين شاي من عند بزهدي ونقعد ونحكي. أقول لا تعزف هلا هون. أحلى البطاطا، أسود الباذنجان. تعرب يا بي، أسود الباذنجان. تمام يا ابو ياسين. اهلين وضاح، انت بتستني قلقاني. العافية عمي ابو الفخر. يا ميت اهلين وسهلين معلم وضاح، منور والله. مرني عمي. ما يمر عليك ظالم، بدك تقطع لي شيء نصفة اللحمة، هبرة على كيفك خرج الكبدة. الى عيونك احلى هبرة، على راسي. لك صحيح، عجبك هذا تحسين عياش وعمي؟ قال مسمي لي حاله ابو شراب. اي روح يسمي حاله ابو كلاب، ابو خنازير، احسن له. وشو جابوا على بالك؟ لانه هلا شفته ماري من هو. أسود البيت الجار، عبر ريامي البندورة. لك وفيقة يا وفيقة، لك شبه هالولد عم يبكي. اسكتي يا مو اسكتي، لساعتها نايمة. لك يقطع النوم وساعته ما كانت تسمع خمخمة. لك رح يأذن الظهر لساعتها نايمة. اي والله والله الصبية إذا ما تفتلت من صباحية الله بأرض الدار، ليش وعيش تدخلك؟ يعني مثلي يا مو؟ شبكي مرت عمي، شبكي من الصبح؟ من الصبح تقبريني؟ رح يقدن الظهر يا روحي ولساتك نايمة، وابنك ما سكت من البكي. شو أعمل له يعني؟ ما عم يسكت معي، هلأ باخده لعند أمي بلكي بتدعك لي يا شوي. شكله مملوع من حملة رجدي مبارح. رجدي؟ يلا حطيه بظهر رجدي. حبيبتي، انت من وقت ما رجعتي من عند أهلك وابنك ما سكت. يا مو رويدة، شوفي مين على الباب يا مو. يلا يلا تفضل يا مو. يا مو شو يا مو؟ قدريتوا انه ابي رح يصير شيخ كار؟ عم تحكي عن حقه؟ والله عن حقه، هلا سمعته عم يحكي هو وواحد. يعني انا رح صير بنت شيخ الكار؟ اي مو بس انتي، وانا كمان. ايه ندرن علي اذا ابوكم صار شيخ كار، لأدبح خاروف ووزعه لوجه الله للفقراء والمحتاجين. تقبر قلبي يا مو، والله ما نمت طول الليل والشيطان عم يوسوس لي. الحمد لله اللي رجعت لي بالسلامة. شو بنا يا أمو، شو صار لي سنة غايب؟ والله هالليلة حسيتها سنة. الحمد لله على سلامتك، تقبرني. ايه خلونا دور، شو بكون؟ شلونك سميحة خانوم؟ الحمد لله على سلامتك أخي. امسك يا أمو هاي اللحمة مشان الكبة، أرجع عبالي تسوي لنا كبة اليوم. كرمال عيونك تقبرني. يلا سميحة حضري الجرن مشان نلحق، ما عاد معنا وقت. أنا تحسين. يبعت لك حمى الهي. أبو أدهم مانو هون.
لك يسلم لي هالصوت. ما بتعرفي لوين راح؟ لا والله ما بعرف، يمكن رحت عند المختار. لك اعطيها المصريات على قليلة بتشوف طرف ايدها. افتحي مرت ابن عمي، افتحي وخدي هالمصريات واعطيهم لابن عمي. انا ما دخلني، اعطيهم انت.